إن الوضع الإنساني الآن في وادي بردة مزري جدا نتيجة الظروف الراهنة التي يمر فيها الوادي، وهو يحمل بمئة ألف إنسان من البشر اللي موجودين في البلدة ومن أتى إلى وادي بردة، حيث أنه أكثر المرافق العامة والمؤسسات اللي في المنطقة ضربت من خلال المعارك التي حصلت، وخاصة الطيران الذي استهدف الكثير من المنشآت، وأهمها نبع عين الفيجة وكشف هذا الغطاء عن النبع، وأصبح معرض إلى التلوث الذي يضر بآلاف الناس بآلاف الأرواح، ما هو بمئة أو عشرة أو عشرين ألف، بما فيها الخدمات الطبية، الخدمات الغذائية مثلا كالعيادات الفيزيائية كالعيادات الطبية كلها خرجت عن الخدمة، حتى مؤسسة الهاتف، المؤسسات المجاورة للكهرباء. الآن يعيش الوادي في ظلمة كاملة، لا يوجد فيه أي نوع من أنواع الخدمات، لا من قبل الدولة تستطيع أن تقدم خدمات، ولا ساعات في مجال للمواطنين أو الأهالي أن يقدموا لأنفسهم خدمات، ولا حتى في المياه. حدا ممكن يصدق في الدنيا بأن وادي بردة الآن ما عنده مي يشرب، وهو النبع له والمادة والمياه بردة من عنده، مياه الفيجة التي تغذي مئات الآلاف والملايين، الآن ما بيستطيع ابن وادي بردة أن يشرب من مية الفيجة لأنها تلوثت من خلال ما حصل من تفجير في منطقة النبع. منطقة المياه لا يوجد فيها مياه، الآن الناس عم تشتري مياه، فكيف اللي موجود تحت وادي بردة من قبل الأهالي في منطقة دمشق أو دمر أو الهامي أو أي منطقة من اللي قاعدين تحت وادي بردة، كلهم اليوم معرضين للأذى، وليس الأذى للوفاة، وبالآلاف وليس بالمئات. هذا الموضوع الإنساني المزري في منطقة وادي بردة يلزم تدخل دولي، ما تدخل إقليمي. الإقليميين وخاصة في الدول الإقليمية لا يستطيعون فعل شيء. هذا المؤتمر الثلاثي اللي قال برعاية تركية روسية إيرانية لوقف إطلاق النار في كل سوريا وحماية المواطنين وحماية الإنسانية في كل سوريا، وخاصة في منطقة وادي بردة التي تحمي هي أهالي وادي بردة، هنا الذين يحمونها الإنسانية ويحمون منظمة البيئة، وأنا عضو في منظمة البيئة وأعرف تماما ماذا يعني خطورة تلوث المياه في منطقة وادي بردة. هذا هو الوضع المزري جدا، ولا تستطيع الكلمات أن تعبر عن هذا الأذى الموجود من خلال الحرب والطائرات والضرب الصواريخ من صواريخ فيل وغيره من بقية الأسلحة المتنوعة التي لم يشهدها العدو للأسف الشديد. شكرا.